اوكي، السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ان شاء الله تكونوا بخير وصحتكم لاباس، اموركم تاني مليحه. كما وعدتكم، هذا هو الفيديو تاع تجربتي المتمثله في سنه في دوله النمسا من 19 اكتوبر 2020 الى 19 اكتوبر 2021، عام بالخوف، سبحان الله. في هذا الفيديو راح نتكلم على تجربتي الخالصه، يعني ولا تمثل اي شخص اخر، تمثلني انا فقط، وانما فيها دروس مستخلصة وعبر حبيت نشاركها معكم لأي شخص راه باغي يخوض تجربة مماثلة. أوكي، باش نبدو. أوكي، بما أنها راح تكون نوعا ما على بلد النمسا، ارتأيت أني ندير مقدمة خفيفة على الدراسة في النمسا، ومن بعد ندخل مباشرة شو تعلمت شو ما تعلمت شو كامل صالح. أول حاجة، الدراسة في النمسا نوعا ما مش مكلفة يعني مقارنة ببلدان أخرى مجاورة. مثلا ماستر ينقام لك سومستر واحد 750 أورو للسومستر، يعني تقريبا برنامج الماستر كاملا راح يكون حوالي 3000 أورو، بالدينار الجزائري تكون حوالي 60 مليون سنتيم. نوعا ما كاين تقريبا جميع التخصصات، والدراسة هنا تدرس بلغتين، الألمانية والإنجليزية. بطبيعة الحال اللغة الألمانية، التخصصات الموجودة باللغة الألمانية أكثر بطبيعة الحال، لأنها نقدر نقوله هي لغة الأصل، اللغة الرسمية للبلاد، وكاين تخصصات باللغة الإنجليزية. صح، يعني احنا الناس اللي ما عندهمش لغه المانيه يقدروا يماركوا في برامج اللغه الانجليزيه، ولكن يطلب منهم احضار شهاده الايلتس ولا شهاده التوفل باش يقدروا يسجلوا في البرنامج. هذه نقطه بخصوص الدراسه. ثانيا، كاين عده تقريبا تخصصات كامل كاينه تقريبا في اللغه الانجليزيه، جيبها من الانجينيرينج يعني الهندسه الى شتاني الليتيراتور يعني الادب، التاريخ، السياسه، كل يعني تقريبا كاع التخصصات كاينين، ميديا، ديزاين، ماركتينغ، تقريبا كاع التخصصات كاينين وكاينين بالانجليزيه طبيعه الحال، بصح ناقصين شويه. اوكي، الناس اللي عندهم مستوى في الالمانيه ولكن مش مستوى كبير بزاف، يعني مثلا يكون عندهم مستوى A2 يعني اللي هو A2، يقدروا يقدموا على سنه تحضيريه في اللغه، وبعد مباشرة كي يكملوا سنة تحضيرية يدخلوا في البرنامج اللي هم مختارينه باللغة الألمانية. في هذيك السنة التحضيرية يعني يطلعوا لك المستوى تاعك من A2 إلى تقريبا B2. هذه بخصوص الدراسة باللغة الألمانية. والناس اللي عندهم مباشرة B2 ولا عندهم ديريكت مباشرة يقدروا يقدموا مباشرة على التخصصات. القبول هنا على حسب، يعني على حسب كل شخص، وعلى حسب يعني ما تقدرش تشملها في شخص واحد، ولا يعني ما تقدرش تشملها في يعني قاعدة عامة، يعني على حسب كل شخص وعلى حسب كل جامعة بطبيعة الحال. صح، هذه بخصوص التخصصات. ويعني الملفات تقريبا جميع الجامعات يطلبوا ملفات نفس الشيء. عندنا تقريبا خمس ورقي وثائق الجامعية اللي هي متمثلة في كشوف النقاط، يعني ليرو ليفيدمون تاعك، زائد تزيد معاهم ديبلوم، يعني اللي هو الديبلوم مثلا ليسونس راك باغي تماركي ماستر، ولا ماستر باش تماركي للدكتوراه. هادو كاع دير لهم اوثنتيفيكاسيون على مستوى الوزارة وعلى مستوى الجامعة وعلى مستوى فاكولتي. هذه ان شاء الله راح نتخصص مليح 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 على الدراسة في النمسا ان شاء الله في بلاي ليست بعد ان شاء الله. بعد عندك تخدم سي في اون انغلي، حط فيه كاع التجارب تاعك، كاع صوالحك، عمر هدكنه مليح، يكون بريزونطابل شباب، ودير فوتوشوب تاني. الثالث، موتيفيشن لتر، رساله التحفيز، لهذه تحكي على التحفيز تاعك وعلاش راك باغي خيرت هذا التخصص وكاع. انا تبلعيط يبداو كاع. الورقه الرابعه اللي هي ريكومنديشن ليترز، يعني رسائل التوصيه، مع عندي بروف قراوك هكا ولا تما تروح عند بروف قراك ولا تقول له من فضلك كتب لي رساله توصيه تقول فيها بلي انا نقرا مليح ولا انا كنت ناشط وكذا من مليح. من الافضل تروح عند اساتذه يعرفوك، مش تروح عند بروف حضرت له بصح ما يعقلش عليك ولا هكا باش يعني يعبر لك مليح. الشهاده الخامسه، الورقه الخامسه اللي هي شهاده اللغه، وكما قلت لكم الايلتس، الخبر الجيد لجماعه وهران انها حلوا مركز امتحان تاع الايلتس في وهران،
وطوفل كان ديجا كاين بكري في وهران، بصح الخطره زادوا حلوا ايلتس في مدرسه امتياز راها في سيتي جمال، يعني اللي راهم باغيين يفوتوا الامتحان تاع الايلتس. وكما قلت لكم تقريبا صح تقريبا هادو هما الوثائق كامله لاي جامعه ضمنتها، هذه بخصوص الوثائق. وقررت اني ندير بلاي ليست مخصصه للدراسه في النمسا، راح نتحدث فيها بالتفصيل الممل كيفاش توجد ورقي، كيفاش توجد كل شيء اون جينيرال، وراح نطلقها قريبا جدا ان شاء الله. راني في خدمة التصوير، راكم عارفين ما تديو شويه وقت خصني محفزات. ليسونسيال هذه بخصوص الدراسه عامه، واذا عندكم اسئله ولا هكا ولا كونتاكتوني مباشره وان شاء الله نقدر نجاوبكم ولا نعاونكم ولا هذه هي. اوكي دروك غادي ندخلوا للتجربه، يعني انا واش استفدت من هذا العام. قبل ما ندخل مباشره في التجربه بغيت نعرج على واحد النقاط. قلت لكم يعني التجربه تاعي راح نلخصها في نقاط، هذه النقاط متمثله في عده جوانب وراح نحاول نشرحهم باستفاضه لخاطر نشوفهم مهمين. وصراحه حوست في اليوتيوب وما لقيتش واحد هدر عليهم، يهضروا فقط على الكوتي كيفاش يقبلوك، كيفاش تجي، كيفاش تعيش. ايوا السلام عليكم، ما يهضروا لكمش على هذو لي كوتي. انا قررت نحكي على هذو لي كوتي. حاجه الاولى قبل ما تجي هنا، قبل ما تدير بروسيدور تاع باغي تجي الغربه ولا باغي تجي تقرا في الخارج، ولا سقسي روحك علاش راك باغي تجي، علاش، لماذا، لماذا تريد القدوم الى النمسا ولا اي بلد اخر، علاش راك باغي تجي هنايا. هذا السؤال مهم مهم جدا، لان هنايا راح الاجابه اللي راح تخرج بها تعتبر حافز ليك باش تجي هنايا. هذا الحافز، انا نقول له قوه الحافز، قوه هذا الحافز هي اللي راح تخليك تكمل من بعد كي تجي هنايا. لاخاطش كي تجي هنايا جماعه صيفري النمسا ولا البلدان الاوروبيه عامه ولا اي بلد راح تروح له بخلاف الجزائر، يعني بلاد شباب ولا النظام والنقاء والنظافه وتتمتع كي تشوف المناظر كل شيء شباب. بصح جماعه كاين واحد الايام هادو صوالح لا يغنون عنك، يعني ما يديروا لك والو، سير تخرج هكا تنحي على روحك بصح ما يحسنوا لكش نفسيتك غايه غايه غايه. الحاجه اللي غادي تخليك تكمل لهنايا هي علاش جيت هنايا، لاخاطش غادي يجوا عليك واحد الايامات تكره فيهم حياتك، تعيد تدبرس اي تكره، سيتو كيجي هذاك الشتاء جونفي ولا فيفري والثلج يصب، تجي يصب دبريس الليل على الربعه تاع العشيه تكره حياتك، ولازمك دير بزاف صوالح قرايه، خاصك تحوس على خدمه سيتو الا ما كاش عندك بورس. يعني انا جماعه مانيش نخوف فيكم بقدر ماني نعطيكم الواقع. انا الحمد لله ما عندي لا بورس لا والو، راني نقرا ونخدم ونسي اعيل نفسي والحمد لله. بصح يعني الحاجه اللي مخلتني نكمل فيش راني ندير هي علاش جيت هنايا، علاش راني هنايا. دروك هنايا قبل اي واحد ما يجي يبغي يقرا هنا في الخارج يسقسي روحه علاش راه باغي يجي لهاد البلاد اللي راه رايحه، علاش، لماذا. هذا طري امبورطون، طري امبورطون جماعه، هو اللي كما قلت لكم غادي يخليكم تكملوا ان شاء الله، يخليكم تحاربوا، يخليكم صباح ما تغطيش روحك بالكوفيرطه وانما تقلع الكوفيرطه وتنوض وتبدا تجاهد، لاخاطش هنا جهاد، جهاد تاع بصح، جهاد تاع بصح. بصح شي العفسه المليحه هنايا تمد تدي، تمد ما تديش متيالي يكفي كاع البلايص كيما هكا. بصح هنا تولي تحس فيها غايه لاخاطش راك وحدك، ما كاش السيبورت، ما كاش الدعم. هذه هي، هذه النقطه الاولى، هذه هي نقطه مهمه جدا 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 جماعه، واسطر عليها بثلاث نقاط اقسم بالله يا جماعه. عام هذا استنتجت باللي لازم الانسان قبل ما يجي هنا يكون عنده حافز قوي بزاف. الا كان حافز تاعك شويه ما سافا با، خرجت غير باش يقولوا خرج وراه في اوروب وراه عايش غايه وكاع، هذه في اول بارير تصدم في حيط الله يربح. مانيش نخوف فيكم كما قلت لكم، راني نحط الواقع، الواقع هذه هي. انا كما قال لك عادي نمدك الايجابيات والسلبيات وانت حكم روحك خويا، انت عندك عقل وفلتري بالتالي. صح، هذه النقطه الاولى. النقطه الزوجه، تعلمت حاجه اخرى، تعلمت الاهميه تاع الدعاء، تاع تدعي ربي اقسم بالله يا جماعه، والله ما راني نزيد عليكم في كلمه. هنا ماشي هنا، يعني عامة غالبا في كاع الأماكن وتدعي ربي وربي يستجيب لك ويحقق لك الدعاء. بصح حنا يعني كي تكون مغترب تولي حالة خاصة، علاش تولي حالة خاصة؟ عادي نتايا يكون عندك مشكل
مشكل. البروبليم هذا المشكل راح تواجهه وحدك غالبا، يعني ما راكش في الجزائر ولا في بلادك ومتدور بعائلتك باحبابك بخلانك باصدقائك، يعني ترى لك مشكل تروح عندهم ولا كيما هكا. هنا كي ترى لك مشكل ربي ربي وربي يسخر لك ناس. هذه هي هي كيما هكا في كاع البلدان، بصح تولي تحس بها اكثر في الغربه. هذه هي لخاطش ما كانش السند، ما كانش الحيط اللي تتكى عليه. صح. أهمية الدعاء، علاش أهمية الدعاء؟ أنا وليت هكا نصرو دي سيتياسيون يصرولي، يندعي ربي يا ربي حلها يا ربي حلها يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي، وندعي غدوة مغاد اللي عليه تشوف هذاك الدعاء يتحقق. شغل هكا تشوفه الدعاء هذاك راه يتحقق قدامك، تبقى غير تتبعه، تبقى غير تشوف سبحان الله سبحان الله. أقسم بالله تولي تولي غير تتبع وحدك. شغل ما زعما نقولوا أنت هكا إنسان ماشي ما يذكرش ربي في التمتم كي ترى لها عفسه، تولي تذكر ربي كي ترى لك كي تشوف هذا هكا الدعاء يتحقق لك. هنا تعرف تعرف باللي ربي صح 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 راح داير هذيك العنايه الربانيه عليك. شو راه هذيك محوطك كيما نقولوا حنايا، محوطك غايه قسم بالله. وتعرف قيمه الدعاء تاع الوالدين ولا تاع الجده ولا تاع الناس اللي تعرفهم ولا تاع اصحابك ولا تاع خوتك ولا قسم بالله. تولي تحس هكا تعرف باللي شغل هكا يصير لك واحد لي سيتياسيون ثاني، هي حتى تشوفها هكا مخبله صار لها كي شكي تحل هذاك البوست تاع الضو ويتلقى كاع خيوطه مخبلين، هي تعاود تبلعه هي تعاود تحله تلقى كلش مستف كيما هكا. هكا الدعاء يجي يحلك كل شيء. يا شغل تعرف الباور تاع الدعاء، قوه الدعاء هذه صراحه حسيتها في حياتي، حسيتها كي كنت مريض، شفتها كي كنت مريض، كنت ندعي ربي باش الرياح وكاع. بون كي كنت في الجزائر دعيت ربي وكاع والحمد لله رياحت وكامل وكاع، بصح هنايا حسيتها اكثر، استشعرتها اكثر، شفتها بعينيا اكثر، لخاطرش راني وحدي هنايا حرفيا. هذه هي هذه النقطه الزوجه اللي بغيت نحكي عليها، وهي اهميه الدعاء اللي عم استنتجتها باللي الدعاء حاجه والله بلا دعاء ما مشاكيش نقدروا حنا الانسان حنا الناس نقدروا نعيشوا في اي مكان في العالم. مستحيل تقدر تعيش بلا دعاء، ومستحيل هكا تسيرفايفي بلا عنايه ربانيه. يعني هذه قناعتي الشخصيه، هذه قناعتي الشخصيه. وكما قلت لكم هذا الصوالح يمثلونني انا ولا يمثلوا اي حد اخر، انا ماذا بيا الناس تسمعهم وتستفاد منهم. هذه النقطه الثانيه. النقطه الثالثه استشعرت اهميه العائله. الحمد لله كنت في الجزائر وعندي عائله وعندي خوتي وعندي والديه وعندي صحابي وكاع، والحمد لله يعني مستشعر قيمتهم من بكري وكاع. بصح كي جيت هنايا وليت عايش وحدي تعرف قيمه العائله، قيمه عندك خوتك، قيمه عندك صحابك، قيمه عندك والديك يدعو لك، قيمه تاع هذو نعم 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 كبيره كي تكون فيهم ما تحسش بهم. يعني انت كي يكون معاك والديك يكونوا معاك خوتك يكونوا معاك صحابك ما تحش بهذا النعمه، تشوفها حاجه روتينيه صايدي حاجه باينه وصاي ما تحمدش ربي عليها. بصح كي تبعد عليها ولا ربي ياخذ امانته من احدهم ولا تولي تستشعر اللي يقول لك باللي من كان في نعمه ولم يشعر خرج من ولم يشكر خرج منها ولم يشعر. يعني انت هنا اصلا غادي تولي تشوف باللي عائله عندها دور كبير. تجي مدبرس من برا صرا لك بروبليم في الخدمه في القرايه مش عارف في واش، تجي للدار تريح اي حتى هكا الوالد تاعك ولا خوك ولا اختك ولا مش عارف تجي تريحك تلقاك هكا مدبرس ولا كاره ولا تقول لك مالك شو خاصك، يقول انا راني عيان شويه جينا راه احنا ما نقولوش لا صرانا مشكل ولا راني عيان برك، تقول في قلبك شحال هاد البيض يا انت صايب المورال يطلع شحال من البيض هذوك يطلعوا المورال. اقسم بالله والله تحيه لكاع الامهات وكاع الاباء تاع كاع الاخوات وكاع الاخوه. ايوا هذه هي والله نعمه كبيره، والله جماعه نعمه كبيره اللي راه في وسط عائلته يستشعرها. هذه هنا كي تجي هنايا تستشعرها لخش عادي تولي وحيد، تولي وحيد وتولي تشوفهم غير في التليفون. والحمد لله على نعمه التليفون ونعمه الانترنت ونعمه التطور اللي تقدر تشوف والديك تشوف خوتك تشوف جدادك تشوف صحابك تحكي معاهم. يعني هذو صوالح نقصوا علينا شويه بصح كاع هكا ويبقى هذاك الاثر، يبقى هذاك الامباكت تاثير. النقطه الرابعه هي راح تتعلم التايم مانجمنت تسيير الوقت. شوف اكثر حاجه مهمه
في حياة الإنسان باش تخليك تتطور وتولي ناجح وتولي منك مكانش هي التايم مانجمنت، تسيير الوقت تاعك. كي تكون في وسط عائلتك وكاع نورمال، لاخاطش علاش ما عاديش تحق الطيب، ما عاديش تحصل تحق تغسل قشك بمعنى عام، ما عاديش تحق تروح تشري تشري صوالح، يعني تشري تشري خضره وصوالح للدار، ولا هذو صوالح ما تديرهمش. كي تولي عايش وحدك تولي دور عائله تقوم بها انت، علاش عادي تولي انت المعين، تما لازمك تخدم، لازمك تصرف، لازمك تشري وكاع. تولي تقوم بدور الام اللي هو غالبا راح يكون في طيب، تغسل، تنظف، تستف الامور، كواعطك دائما تستفهم، تعرفهم وراهم، تقشيرتك المدره اللي صافي شهرين وراها انت تصيبها، ماشي كيما حنا كنا في الدار وتلقاها عندك تقشيره مدره تقول لها امي وراها التقشيره الفلانيه، تقول لك عبد الجليل راها في الدرج الفلاني، راها الدرج الزاوج، تقول لها ما كانش، ما هيش هنا، تجي هي تحل الدرج وتجبدها، ها هي ها هي ها هي. تحيه لامي. وتصيبها والله لا تصيبها، ايوا هنايا انت خاصك تولي ديرها الصوالح، انت خاصك تولي ديرها الصوالح، لا خاطرش ما كاش كيفاش، ما عندكش، ما انت خاصك انت تولي الام، انت تقوم بدور الاخوه، مش عارف تصليحات في المنزل، صوالح في هكا، يعني انت دور عائله تقوم به بدون بهذه، بجانب الدراسه وبجانب العمل بجانب الصوالح. يعني كون ما يكونش عندك تايم مانجمنت يو كانت سرفايف، ما تقدرش تسلك. هنا الريتم تاع الحياه سريع جدا، تغفل تتغفل، هذه هي، يعني دير روطار شويه تلقى القرايه فاتوك بزاف، الخدمه فاتوك بزاف، كلش فاتوك بزاف، تبقى غير تشوف يا كي ندير انا ضروب شنو ندير، ايوا اي يا فري، صعيبه ماشي سهله، على بها خاصك يكون تايم مانجمنت لكل حاجه وقتها، كل حاجه وقتها، ولازم لازم لازم ما تهملش هذاك الوقت اللي بينك بين روحك، خاص يكون عندك وقت تريح فيه غير بينك بين روحك، لا تليفون لا 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 هضره لا والو، تريح في بلاصه هاديه وتخمم بينك بين روحك، دير تقييم وراك واصل، شرك داير وراك اسكو افونسيت، اهدافك اسكو حققتها. هادو التايم مانجمنت انا اعتبرها اكثر حاجه مهمه، بها تقدر تولي انسان منك ما كانش، بها تولي تقدر دير لي فورماسيون، تقدر دير تولي نتايا لا كنت اكسبير ماشي اكسبير، لا تكون تعرف في دومين واحد تولي تقدر تعاون ناس واحد اخرين، تخصص لهم وقت، يعني بالتايم مانجمنت تقدر ديرها طوالح، بدون تايم مانجمنت يا والله ما راك ديرها كاع، والله لا شوف يا سلكت القرايه وسلكت الامور تاع كيفاش تطيب وكاع راك تطير. والله لا راك تطير، هذه الا درتهم راك تطير، راك تطير غايه، لقيتش انا خصك تخمم، اي تكون جاي عيان تكره حياتك كارا، اي تقول ربا خصني نطيب، خصني ندير بزاف صوالح، خصني ننقي، خصني الاخر، اي كنت تكون مخلط لها جدول ديها وكلش تشكتشوكا ما عادي دير والو، ما عادي لا تاكل حدك، تروح دير هذاك زوج حبات بيض الراعي الرسمي، اي ودير هكا خبز، اي شويه فرماج، اي عاش اللي من عاش. هذه نقطه مهمه يا جماعه تايم مانجمنت. النقطه الخامسه، هذه النقطة الخامسة كانت تعتبر لازال تعتبر نوعا ما الحافز تاعي باش جيت هنا، اللي هي التطور الشخصي. التطور الشخصي من أي ناحية؟ يقول لي عبد الشك تحكي يعني التطور الشخصي راه فيه بزاف صوالح. التطور الشخصي يعني كل إنسان يعرف روحه كي داير، يعني شخصيته كي دايرة، وكيفاش يخمم، مبادئ تاعه واش، شي حاجة اللي تزعفها، حاجة اللي يكرهها، حاجة اللي يبغيها، نسي دي سويت. جماعة الغربة تعلمك هاد الصوالح، تخليك تتعرف على نفسك. بون هي غالبا السفر عامة هو اللي يخليك تتعلم هاد الصوالح. كي تفواياجي تعرف روحك انت كي داير، انت تعرف، يقول لك لاك باغي تعرف شخص كي داير فواياجي معاه، نفس الشيء راك باغي تعرف روحك كي داير فواياجي مع روحك، اي ضرب بيريود بعيد على داركم، مش عارف عام شهرين ثلاث شهور اربع شهور، راح تعرف روحك، تعرف روحك شو تكره، تعرف روحك شو تبغي، تعرف روحك كي دير انت 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 ماذا يعرفك كانسان، يعني انا عبد الجليل واش يعرفك. بعد التجربه هذه ما راحش تعرف روحك 100%، ما كاش واحد يعرف روحه 100%، بصح نقدر نقول لك عادي تستكشف واحد 80%
هكا. وهذه تريز امبورطون باش تعرف التوجهات المستقبليه تاعك. انت واش راك باغي مستقبلا؟ ما تقدرش تعرف انت واش راك باغي مستقبلا كون ما تعرفش انت شكون، انت شكون وماذا يمثلك. هذه هي عادي دير واحد الفيلتر راسه كبيره، واحد الافكار غامله في راسك، شو تحكم غربال ايوا تبدا الفيلتر كيما ايوا تخلط ايوا تشوف لي يساعدك لي ما يساعدك لي ما يساعدكش لي يساعدك راح يقعد، لي ما يساعدكش راح انت تشوف روحك اصلا تتخلص منه بدون ما تشعر. وهذه بريود تقدر تقول هي نقطه الانعطاف في حياه الانسان. اون فوا تعرف روحك انت شكون وش راك باغي دير في هذه الحياه، هي احنا الهدف تاعنا باين، الهدف الاسمى تاعنا الواحد هو عباده الله سبحانه وتعالى كمسلمين. يعني هذا هو الهدف الاسمى، الهدف الاسمى تاعنا هو نعبد ربي وندو الرضا تاعه. هذا هو الاسمى، جميع الاهداف اللي يجوا تحته كاع يخصموا يخدموا هذا الهدف. بالطبع لازمك دير دراهم، يشوف شغل غادي تولي تطلع غير بالاطاب، لازمني نقرا مليح. علاش تقرا مليح؟ باش نقدر نخدم مليح ولا يكون عندي مستوى مليح. كي يقولي عندك مستوى مليح ودراهم مليح، هنا يعني ما تمشيش تخمم على دراهم بزاف، يعني عادي تولي تتفرغ صوالح وحد اخرين منها، قادر تتفرغ تدير صوالح اللي يقربوك لربي اكثر. ماشي شرط العباده، العباده يعني راه كاين الاف انواع العباده اللي تقدر تتقرب بها لربي سبحانه وتعالى وهي رايحه. يعني انت لازم تعرف روحك. انا صراحه لحد الان يعني من العام صافي عام حتى دروك تعرفت بزاف على صوالح على روحي ما كنتش نعرفهم. إيه عبد الله تهاكا سبحان الله. شو كاين واحد المثال، كاين واحد المثال، هذا المثال هو يعبر مليح على هذا لو بوين. تحت فرجنا ابطال الديجيتال اي امور، هذه الاكسبيريونس تاع الغربه شفتها انتم في صنديد، في صنديد كي خسر مع قردون امجد عيطت للقلادات الديجيتال ولا سموه صنديد المدرع هاكا. اي انت يا عبد الجليل صرات له هذيك البريود تاع الغربه وكاع، اي ولا عبد الجليل المدرع. هذه هي كيما هاكا اكسبيريونس راح تزيد فيك بزاف، راح تزيد فيك بشكل لا يصدق. ناهيك عن العلاقات اللي راح تديرهم، تريز امبورطون نيتوركينغ، نيتوركينغ مهم جدا. راح تدير علاقات مع الناس، انترناشونال ستودنت، تيتشرز، كومبانيز اللي راح تدير بالك فيهم انترنشيب ولا تولي خدام معاهم. هادو من القدام يعني راح تبغي دير كومباني تاعك، تولي خدام مش عارف مين، تبغي تولي تحل مام كومباني تاعك في الجزائر، راح تتلاقى مستثمرين محتملين ممكن. يعني نيتوركين مهم جدا 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 جدا، مهم جدا. يعني الغربه راح تعلمك نيتوركين. حاجه اخرى ثاني الغربه قدر اللي راح تعلمها لك ثاني، راح تعلمك تتكل على روحك تاني. صاي هذه حكيت عليها وبالتفصيل. يعني شا تاني اش راح تتعلم تاني في الغربة؟ راح تتعلم بزاف صوالح. وبطبيعة الحال لكل حاجة عندها إيجابيات وسلبيات. سلبيات هنا يا الغربة عبارة عن خاصة بلدان غير الإسلامية فتنة كبيرة صراحة. يعني هنا ما كاش واحد راه يشوف فيك، والله هنا لازم تستشعر برك الله سبحانه وتعالى، ربي راه يشوف فيك. هنا ما كان لا والديك راهم يسوبرفيزوك، لا خوتك، لا صحابك، لا الشيخ تاعك، لا الامام، لا حتى واحد، ربي برك راه يشوف فيك. ما في الجزائر زعما بصح بليزوم هنا درك راك وحدك تاع بصح. يعني ما تبغي دير اي حاجه ما كاش اللي راح يسالك، ما كاش اللي راح يسقسي عليك، ماشي يقول لك هذه غلط هذه خطا، لا كاش خويا دير شي تبغي بصح. شو هنا لازم تستشعر ربي، لازم تستشعر باللي ربي راه يشوف فيك. هنايا صح، هنا الا شفت روحك طلقت روحك وكاع وياه وليت مميع، يا رب اللي ايمان تاعك كان انت وزداجه غير كيف كيف الزداجه دالها كيما هكا تتهرس. هذه هي شغل هنا فتنه كبيره نوعا ما. ننصح اي واحد راه باغي يجي يدير شويه هنايا يدير يعني يدير اكسبيريونس تاعه في الغربه هنايا، يجي يقرا ولا يجي يخدم ولا لازم يقوي روحه شويه ايمانيا عقائديا. كاين واحد الناس يقولوا لي ما نقدرش نعيشوا بلا دارنا ولا نعيشوا بعاد على دارنا ولا جماعه. الغربه عباره عن تضحيه، لازم تضحي، لازم تضحي بصوالح باش تقدر تلحق صوالح اخرين. بصح لازم تعرف تاني وين انت صاي تبدل هذاك الشيفتين تاع التضحيه، كون فاهمين. من بين التضحيات انك راح تبعد على داركم، على اصحابك، على خوتك، على الانفيرونمون تاعك، على المحيط تاعك، الشباب هذاك وين كنت فونكسيوني فيه، اعتبره بلي هو كونفورت زون وخرجت منه. كي خرجت منه عادي تستكشف بزاف صوالح. اعتقد هذا واش قاع بغيت نقول تقريبا.
حكيت بزاف جيسبر تكون وصلت الرساله تقريبا، جيسبر تكون وصلت الرساله ولا وصلت التجربه تاعي. وكما قلت لكم هذه التجربه تمثلني انا ولا تمثل اي شخص اخر، وان شاء الله تستفادوا منها. واي واحد راه ناوي يدير البروسيدور تاع يجي يقرا هنايا في النمسا ولا في اوروبا عامه يكونتاكتيني، وان شاء الله نقدر نعاونه، ان شاء الله نقدر نعاونه، وان شاء الله فيها خير، ان شاء الله فيها خير. اي كاين واحد المقوله انا نبغيها بزاف، كاين واحد المقوله تمثلني وبشده وتمثل حياه الغربه، ديديكاس لمصطفى علي حسون لانه صاحب المقوله وانا دخلت معاه في الطريق واخذت له المقوله. المهم الدنيا ما تسواش يا جماعه، الدنيا ما تسواش، يعني الدنيا ما تستاهلش، ما تستاهلش انك تزعف بزاف ولا تكره بزاف ولا، يعني الدنيا عباره عن ابس داون، ابس داون، طلعه وهبطه، طلعه وهبطه، طلعه وهبطه، حتى ربي يديه امانته. تما لازم تتعلم انك تعيش كل لحظه بلحظتها. كي تكون زعفان خويا عيش زعفه تاعك، علاش تطلع في المرار روحك خويا، كونسومي المشاعر اللي راه فيك، كي تولي مليح يا وليت مليح، هذه هي. المهم ما تطولش وصاي، هذه هي شغل خاصك تعرف، يعني ما تمرقهاش. بالتالي الناس اللي عندهم مشاكل وما راهمش ملاح ولا ماهمش ملاح نفسيا ولا dont be afraid، روح سقسي خويا، روح فوت، كاين سيكولوج، كاين، روح سقسي، روح استشير. ماشي عيب انك تروح تستشير طبيب نفسي، ابدا ابدا ابدا. العيب انك تسكت على هذا الامراض النفسيه اللي راهم فيك، ودائما حاولوا تقربوا من ربي، حاولوا تقربوا من ربي. هذه ليا وليكم، ماشي غير ليكم نتوما، يعني انا مانيش بيرفكت، كاع نغلطوا، كاع الاخر، وكاع الاخر. وهذه نصيحه ليا وليكم، مادام في طريق ربي، ربي ما راحش يضيعك، مستحيل ربي يضيعك. ان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ايوا شكرا جزيلا، وان شاء الله تكونوا استفدتوا، والسلام عليكم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. تشاو.